حضرتك في فترة من الفترات برضو كان لك كتاب اسمه المرأة مشكلة أم حل؟ أم حل. كنت تقصد أي امرأة؟ أنا كنت بتكلم عن المرأة المسيحية، أن هل هي مشكلة أم حل؟ والإجابة كانت إيه؟ والإجابة أن هي الحل، أن إحنا لما نخلي المرأة تاخد مجالها في العمل الكنسي، يعني لا احنا انا بتكلم عن المسيحيين. فاحنا عندنا مثلا في الكنيسه الانجيليه عندنا رتب في الكنيسه، القسيس والشيخ، الشيخ ده يعني حاجه اقل من القسيس لكن اداري في الكنيسه، وحاجات تانية. فهو كان ممنوع على المراه انها تبقى شيخ يعني تدير الكنيسه. دي الحمد لله بعد كفاح عشرات السنين بقت شيخ، تم تغيير. دلوقتي احنا بنقول ليه ما تكونش قسيس. دلوقتي بنكافح في هذا الاتجاه، وهناك تقدم يعني.